السلام عليكم. الحاجات دي لازم كذلك عربات التسوق وشاشات اللمس وزجاج شباك المواصلات والأوراق النقدية ومقبض الباب وكرسي المواصلات العامة. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، وانت بتتعامل معاها تكون بتتعامل بحذر وتحقن ايدك او تغسلها بالمية والصابون مباشرة اول ما تروح للبيت. كذلك قطر السلام في الوقت ده يا ريت نمنعه تماما. لما تيجي تفتح بكرة الباب في مكان عام يفضل انك تستخدم كوعك او تفتحه بمنديل. كذلك الشيشة ممنوعة نهائيا، ممنوع تعطس في ايدك او يفضل انك تعطس في كوعك او تستخدم منديل وترميه في الباسكت مباشرة بعد الاستخدام. عايزين يبقى عندنا ثقافة في التعامل مع المرض عشان نحفظ اولادنا ونحفظ اسرنا من كل شر ومبقاش مصيرنا زي كده. اتمنى الكل يعرف المعلومات دي عشان نقدر نقضي على المرض ده، واتمنى يا رب تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة. والسلام عليكم.